يعني احنا كل يوم نشوف شيء جديد على منصة تيك توك بيبهرنا اكثر واكثر، يعني عم نشوف مواهب غنى، رقص، طبخ، تمثيل، حتى تصوير بنشوف. بس انك تشوف رجال 50 العمر عم يكسر ارقام قياسية بتناول خروف كامل بيوزن 15 كيلوغرام بنص ساعة، هيدا الشيء عن جد جديد. كان عندنا وردة وفتح. يعني اكيد احنا مش بنحسد يعني، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزائري المعروف بسليم الاكول. سليم كل حوالي 15 كيلو زي ما قلنا، كيلوغرام في نص ساعة، والنهاردة بيستعد عشان ان هو ياكل جمل في اقل من ساعة عشان يوصل لتحقيق او بالتحدي ده، يعني ان هو يكسر ارقام قياسية كبيرة جدا جدا. اللي صار هو انه سليم نشر فيديو على صفحته على تيك توك وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكتير ناس انبهرت بقدرته يعني انه ياكل خروف كامل بأقل من. انت اكتر وجبة كلتيها كانت ايه؟ فكرة؟ صراحة لا، ما فيك تقلي هيك يعني. أنا يعني الخروف ده ممكن تخلصيه على قد إيه؟ الفرخة ممكن تخلصيها الدجاجة دي. إنه أنا باخد فخدت الدجاج، فخدتين الدجاج خلاص تكون وصلت ماكسيموم. خلاص كفاية فخدتين الدجاج ماكسيموم. الخروف ده بالنسبة لك عايز فرح؟ ايه، حسب قد جعانه، حتى كمان اذا رمضان يمكن. ممكن تاكل خروف؟ لا اكيد لا. يعني عايزين نقول ان هو يا جماعه بيمارس الهوايه دي من 1999، يعني بقاله زمن، يعني الراجل زياده عن 25 سنه ومعروف على صفحته باكل كميات كبيره قوي من الطعام. كمان اكد ان في تحدي اكل خروف روماني اللي هو بيعتبر الاول من نوعه في الجزائر، وسابقه كمان ليه بالضبط. يعني هو قال انه حانجز تحدي تاني الاسبوع الجاي وحياكل خروف من 30 كيلوغرام بظرف ساعه، وكمان بينوي انه ياكل جمل كامل باقل من 50 دقيقه، وحوت تونه من القنطار. حوت تونه، ليه؟ حوت سمك التونه يعني، حوت بالجزائري يعني سمك. سؤال هو ليه؟ هو تحدي، بس هو الفكره كلها هو الاكل ده بيروح فين يعني؟ معلش السؤال يعني ليه اللي احنا بنشوفه في الفيديو ده؟ شوف هلا يعني هو قال انه عم يشارك بمسابقات على مستوى بلدان كتيرة. في كمان من البلدان اللي شارك فيها المغرب، تونس، نفس ناس تانية صح؟ ايه بالضبط، يعني نفس ناس تانية. بس الموضوع له اضرار، يعني احنا عم نشوف كميات، عم نشوف انفلونسرز، الموضوع ده قبل كده، ايه عم بيطلعوا عم بياكلوا كميات كتير كبيرة، واكيد هذا الشيء فيه اضرار على صحتهم. بس هو لا يعاني من اي ضرر ولا شيء، يعني ما شاء الله ما شاء الله، عشان بس ما نحسدش. وقال كمان انه بيعمل تحاليل طبيه عند الدكاتره بشكل دوري، وان هو ما بيعانيش من اي مشكله صحيه ولا مزمنه. طب ليه كل ده؟ هدفه ايه؟ ليه؟ شو الهدف؟ ليه يعني عايز يبقى الاول عالميا؟ يعني قال الارقام اللي هو انجزها لحد دلوقتي ارقام كويسه، لكن ان هو عايز يعمل اكتر من كده. وزي ما قلنا بيحضر ان هو ياكل جمل في اقل من ساعه، يعني 50 دقيقه كده، جمل في 50 دقيقه. شو بنقول له؟ صحه وهنا. بالف هنا، بس عازمنا معاك يعني. اي فرده كده اي حته، احنا مش هنكلفك حاجه يعني، حاجه صغيره. بألف أنا، ولو أنت شايف فعلا اللي أنت بتعمله ده صح أعمله. بس أهم حاجة يا جماعة أنتوا ما تقلدوش الناس دي، لأن كل واحد فينا عنده قدرة جسمانية يتقبل الحاجة اللي داخلاله، مش كل الناس زي بعض. ف don't try this. بالظبط 100%. برافو.